قال وزير التموين علي المصلحي إنه سيتم افتتاح معرض أهل المدارس بعد غد الخامسة مساء للمواطنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وخلال مؤتمر صحفي أكد المصلحي أن الوزارة حريصة على توفير كل السلع والمنتجات للمواطنين طوال الوقت وكذلك مع دخول المناسبات. هذا وأوضح وزير التموين أنه تم التنسيق لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة من 25 إلى 30% وقد تصل إلى 50% لبعض المنتجات. تخفيضات لا تقل عن 25% أو 30% وفي حاجات أكتر من ذلك. فكل ما أتمناه أن الأسر المصرية و عملية التعليم هامة جدا، ولكن حضراتكم عارفين ان المصاريف والتكاليف بالنسبة للطالب النهاردة لم تعد قليلة. الافتتاح ان شاء الله يكون يوم الاربعاء الساعة الخامسة بعد الظهر بعد انتهاء مجلس الوزراء، وبالتالي بندعو الجميع ان احنا نكلم الأسر وندي رسالة للأسر انهم يتفضلوا يزوروا المعرض، وهيستمر طول ما احنا عندنا ناس بتيجي تشتغل. الجميع يعمل بقدم وساق، وطبعا ده تحت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ودائما يسأل ايه الأسعار، وانتوا عارفين موضوع الأسعار ده هو الموضوع الشاغل للجميع.